اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده ببرنامج حكايات بطعم الفلامنكو. حلقتنا النهارده حلقه جميله جدا، وانتوا اللي هتحكموا معايا. حبيت داخل من السوشيال ميديا، من التيك توك. التيك توك عالم جميل، ايجابي وسلبي، ودايما كتير من المشاهدين بيدوا بيدعموا وشير وكبس وحاجات كتير واسد وحاجات كتير بنسمعها. وانا بدور من داخل التيك توك لقيت محتوى جميل شدني وجذب انتباهي. الفيديو واللايف بتاعه بيعمل ملايين المشاهدات. والنهارده معانا مع فني صيانة التكييفات استاذ ميلاد محروس والشهير على التيك توك مليو لصيانة التكييفات. اهلا وسهلا بحضرتك. كلنا عارفين ان التيك توك حاجه كلنا مش عاجبانا، لكن السوشيال ميديا ايجابي وسلبي، سلاح ذو حدين. النهارده وجودك معانا وجذب انتباهي وانتباه حبايبك اللي بيوصلوا الملايين المشاهدات وبيدعموك، وجودك معانا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عايزين نعرف بقى ازاي مليو لصيانه التكييفات نقطه من اول السطر في برنامجنا حكايات بطعم الفلامنكو اللي دايما يقول لا لا هنا، عشان نقول في محتوى ايجابي ومحتوى سلبي. تمام. وهو في حاجات بيحط خطه بدايه من اول السطر لكل الناس ويقول لك انا موجود، انا بعلم الناس، وفي اي وقت انا في خدمتكم. طبعا طبعا. عايزين نعرف تحديات لمليو لصيانه التكييفات ونقطه من اول السطر. تمام. بص حضرتك، انا بدات من تقريبا 2003، يعني رحت مع دون موسكو، مشهور يعني دون بوسكو السليزيان. ابتديت اخد كورس صيانه تكييف، يعني انا حبيت المهنه جدا. يعني تمام. انا كنت شغال في بدات فيها من امتى؟ من 2003. 2003 حاجه كويسه، خبره كويسه. ده كان بدايه الكورس مش بدايه شغلي في تكييفات. تمام. فطبعا انا لما خدت كورس صيانه تكييف ابتديت اقول يا مسهل واشتغل، لان انا حبيت المهنه جدا. فقلت اطلع بقى يعني ابتدي اتعامل. طبعا كان في حد طبعا مشكورا جدا اللي هو اللي علمني في المعهد نفسه، المهندس كبير كان مدينا رقمه، وكنت اي عطل بقف فيه كنت بستشيره. طبعا ما بقدرش طبعًا. انكر طبعا اللي هو عمله معايا كتر الف خيره، ما شاء الله. فطبعا انا اشتغلت بقلب جامد، بقيت اطلع اشتغل، حاجه تبوظ مني مش مشكله اجرب تاني وتالت واصلح الحمد لله. فعشان كده انا يعني اشتغلت المهنه، فهمتها بسرعه، حفظتها بسرعه، حبيتها، ودي الاهم، ان انا احب مهنتي. صح. فكنت شغال طبعا بليه، يعني اشتغلت مره نقاش. كنت لسه اقول لك بليه ودماغه العاليه، احنا المهنه دي اندثرت وكتير من الشباب بيهرب منها. بص حضرتك، هو اهم حاجه يعني الشباب بيحبوا المهنه بتاعتهم، صدقيني. لان انا يعني انا كان قدامي كذا مهنه زي ما بقول لحضرتك. تمام. انا ما فضلتش غير مهنه تمرير التكييف، انا حبيتها، حسيت ان انا هلاقي نفسي فيها. فابتديت طبعا اشتغل الحمد لله، يعني ماسك بعض المنشآت، نشكر ربنا الدنيا تمام وماشيه. فموضوع التيك توك ده انا كنت أيوة. بحط دخلته امتى بقى؟ لا ده لسه من سنتين. ايه يعني اللي خلاك تدخل؟ بص حضرتك، هو حد قال لي برضو في السوشيال ميديا، قال لي انت لو عملت فيديوهات نزلتها تفيد بها الناس هتاخد مشاهدات كويسه جدا. كنت رافض يعني موضوع اللايف، ما كنتش حابه، ما كنتش متوقع ان انا ممكن اطلع لايف واتكلم لايف. ايه اكتر مشاهده جبتها على تيك توك اللايف بتاعك؟ اللي اكتر مشاهده كان في فيديو جبت مشاهدات عاليه قوي فيه، كان عباره عن تسريب الفريون، اللي هو اعطال تسريب الفريون. طبعا دي كل مشكله، ده هنتكلم في الوقت. دي مشكله لان ده بصراحه كان يعني ناس، معظم الناس، في ناس بتبيع تكييفاتها بسبب التسريب ده. اللي بيجي فن واثنين وثلاثه ما بيقدرش. ودخل لك داعم بقى؟ انا ابتديت اعمل لايف. عايز اقول لحضرتك ان انا اول ما ابتدي اعمل لايف، عملت لايف الصيف اللي فات، في اخر الصيف اللي فات. في الشتاء قطعت اللايف لان مفيش محتوى، يعني مفيش تكييفات، فالدنيا راحت. فحد قال لي لا غلط اللي انت عملته. ايه طبعا المتابعين بيقلوا. حلو. عايز اقول لحضرتك الحمد بيفيدك. لله انا من بدايه الصيف ده اما ابتديت اعمل لايف كان كل يوم بيخش لي، لو قلت لحضرتك، 100 متابع. ما شاء الله. يعني في كل لايف اعمله، يعني اللايف مثلا بياخد كل ساعه. كل حاجه ليها ايجابيات وليها سلبيات. طبعا طبعا. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، معلش، هو حاجه بس مزعلاني شويه. ايوه لسه هقول لك، انت في حاجه اكيد مزعلاك او يعني حاجه مستفزاك من تيك توك شويه. بص حضرتك، هو انا بقدم محتوى علمي بدون اي مقابل، بفيد الناس. انا شفتها بنفسي. كل الناس عندها تكييفات داخل مصر وخارج مصر. فعلا. وكله مهتم بموضوع التكييفات. اي حد دلوقتي تلاقي حضرتك عنده تكييف بقى حاجه اساسيه في البيت. صح. ما بنستغناش عنه. بالظبط. فانا بيصعب عليا لما بقعد كده بالليل افتح التيك توك اتفرج الاقي محتويات ملهاش اي لازمه خالص حضرتك، ومحتويات يعني فين 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 العلم فيها؟ فين صح. فين الاهداف بتاعتها؟ وتلاقي داعمين كتير. الاقي مشاهدات بالالوفات والاقي داعمين. طب حضرتك يعني اللي بيتفرج او اللي بيشوف
ما تشوف المحتوى العلمي المفيد اللي بيفيد الناس وتروح له اكتر. انت لو قعدت بس واتفرجت عليه وحضرته الحلقه كلها في اللايف، دوست تكبيسات، شيرت له اللايف، عشان دي فرحته، ما هو انت ما التفاهه اللي بتكسب. ما هو انت لو دخلت عندي وقعدت معايا وابتديت تشير اللايف بتاعي وتساعدني ان انا انشره، هفيد ناس اكتر، فانت تبقى سبب في الخير اللي انا بعمله. بص، هي دي حرب، يعني حرب يعني محاربه اجيال، فدي حاجه نقطه تانية خالص وعالم كبير، يعني كلام كبير. فانت من هنا احنا بنوصل رسالتك ان محتواك علمي وهادف وبتفيد الناس، وحاجه كده يعني ان انت بتقول لهم انا موجود وممكن تستغنى عن فن تكييفات يجي ويأذيهم. وعشان كده احنا هنتكلم عن حاجه زي كده. بس قبل ما هنتكلم، ايه اكتر دعم جالك على التيك توك؟ جالي اسد. اسد العيد اللي قبل اللي فات. حلو، اسد ده انا عايز يجي لي اسد. شير شير وكبس، اسمها ايه؟ شير وكبس. شير وكبس، تكبيس وشير. تكبيس وشير. جالي حد كده كان اسمه استاذ عيسى الكعبي، ربنا يسعده. من هنا، من مصر؟ لا، ده كويتي. كويتي. دخل عندي. مرحبا، اهل الكويت. هو بص حضرتك، التيك توك لما بيزيد مشاهدات تمام وتكبيسات بيخش داعمين. الدعم ده بيعدي زي الليفل كده، بيبقى ليفلات. دعم 20، دعم 30، الرقم بتاع الليفل. كل دعم بيدعم، يعني الدعم رقم 20 ممكن يبعت الحوت، الحوت ده مثلا يعمل حوالي 1200. التيك توك بياخد نص الارباح، واللي في التيك توك بياخد نص الارباح التاني. يلا بينا رحله صغيره عن صيانه التكييفات وازاي نتجنب الحرايق، ونقول التكييفات مع حراره الجو ما تتحرقش. بص حضرتك، الحاجه الاساسيه للموضوع الحرايق دون هو سلك الكهرباء. تمام. ان انا اجيب سلك معتمد، سلك يتحمل درجه التكييف او يتحمل حجم التكييف. يعني انا لما اجيب تكييف 5 حصان ما ينفعش اركب عليه سلك 1.5 او 2.25، يعني ال 2.25 هيركب عليه سلك 4 مللي، ما ينفعش اركب للخمسه حصان 4 مللي. تمام. لان الجهاز كبير وبيسحب امبير اعلى وبيسحب كهرباء اشد، فبالتالي اركب له 6 مللي معتمد. ال 1.5 اقدر اركب له 2 مللي، لان ال 1.5 مش هيسحب كهرباء زي الخمسه حصان. دي حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه مهمة. اللازمه اللي هي انواع الاسلاك. انواع الاسلاك. الحاجه الثانيه ان انا ما بسيبش تكييف من غير صيانه. تمام. اقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه من غير صيانه، طب ما هو انا في حمل على الكمبروسر. يعني المفروض ان انا اعمل صيانه للتكييفات كل قد ايه؟ كل الصيف لازم اغسل التكييف، وخصوصا الكمبروسر الخارجي، الوحده الخارجيه. تمام. اللي بتبقى متعلقه في الشباك او في البلكونه او على السطوح او ايا كان مكانها. دي ضروري نغسلها. عايز اقول لحضرتك هيفرق 50% في درجه تبريد التكييف، يعني تبريد التكييف. هو الغسيل هنا يفرق؟ طبعا. يعني شكل الغسيل ايه؟ يعني او ايه انواعه؟ او بيتغسل ازاي؟ هو بنغسله بخرطوم ميه، مفيش اي مشكله خالص. ده يفضل لو في خرطوم ميه ودفع يعني ميه شديد، يعني مش صابون والحاجات دي. لا خالص خالص، هو دفع ميه شديد جدا، نقدر نغسل بيه الكويل الخلفي، مش المروحه، ولا مالناش دعوه بالكهرباء ولا المروحه الاماميه. في كويل خلفي الكباس ده بنغسله بميه غسله كويسه جدا جدا، بينزل طينه. يعني عايز اقول لحضرتك دي اهم شيء. هيفرق في تبريد التكييف. تمام. هيفرق في ان هو هيريح الكهرباء، الكباس مش هيبقى مخنوق، مش هيسحب امبير عالي في الشقه، فبالتالي الاسلاك مش هتسخن. كنت لسه هقول لك، مع حراره الجو احنا بنمسك بنلعب بالريموت، في درجه معينه تقف عندها وما نلعبش، نقول للولد اسكت. بص حضرتك، يعني عشان يبقى امن للبيت كله. هو طبعا ما ينفعش ان انا افضل العب في ريموت كل شويه، لان في تكييفات بيبقى بارد ساخن. هقول لحضرتك اللي بيحصل، ولكن احنا عايز حضرتك درجه معقوله للتكييف نقدر نشغلها. اتفضل. عايز درجة معقولة للتكييف نقدر نشغلها، يعني نعرف درجة كام او نظبطه على كام الدرجة المعقولة للتكييف. اتفضل. ده اللي حضرتك عايزاه. احنا بص حضرتك ممكن نشغل التكييف على 26، معقول جدا. تمام. لكن 26. 20، انا اعرف ناس بتشغل تكييفات 20. طب انت درجة الحرارة بقى. انا واحدة من الناس على فكرة بشغل 20. لا طب ما انت بس من بعد حضرتك خلاص انا بقى في دكتور معايا في البيت. لا، هو الفكرة كلها ان احنا لما يبقى الدرجة بره 43 وانا شغل الدرجة 20. تمام. انا التكييف مش هيقول لي استحالة اعمل معاك، يعني استحالة اجيب لك الدرجة اللي اجيبها منين؟ ازاي في الجو زي ده؟ وبعدين انا كده بعجل من عمر الجاز، بسحب كهرباء اعلى، لان انا حتة ان الكهرباء هي درجة التكييف بتفرق في سحب الكهرباء؟ طبعا. ازاي؟ ايه الرقم؟ هقول لحضرتك، ما انا لما اعمل الدرجة 26 او 28 الكمبروسر بره هيريح معايا، الدرجة دي هتتحقق بسرعة في الغرفة. تمام. خصوصا لما يبقى درجات الحرارة بره عالية، ومش وحش جدا ان انا اعملها الدرجة دي. صح. لان عشان اولادي برضو ما يتعبوش، في نفس الوقت انا هريح الجهاز وهريح الكهرباء. انما لو عملتها 20، امتى هيحقق ال 20؟ هيحقق ال 20 ده بعد 4 ساعات 5 ساعات الكباس شغال فبيسحب الكهرباء. لكن انا لو عملتها 28 مش هياخد ساعة، التكييف هيحقق الدرجة ويفصل وهيبقى الدنيا زي الفل. طب هل الادوار العاليه بتفرق في درجه الغرفه واختيار التكييف؟ طبعا. انا لو عندي غرفه 3 في 3 تشيل جهاز 1.5 في دور عادي جدا مش اخر دور، زي الفل والدنيا حلوه معايا. انما اخر دور لا، بحاول اجيب الاكبر،
يعني انا الغرفه 3 في 3 اخر دول اجيب 2 وربع مش 1 ونص، استحاله الواحد ونص هيكفي في الغرفه، لان بتبقى الشمس ضاربه والسطوح فالدنيا بتبقى صعبه. في ناس بتعمل عوازل في السقف او في السطوح. طيب احنا هيجي على الشاشه دلوقتي صور لانواع تمام. الفريون، عايزين حضرتك نعرف انواع الفريون وهل تفرق في اختيار الاجهزه ولا لا. تمام. يعني اللي على الشاشه دي حضرتك لوحه بتبقى في الكباس، لو احنا عايزين نعرف نوع الفريون او الجهاز بتاعنا كام حصان. تمام. مهم مهم جدا ان احنا نعرف الموضوع ده، لان نقرب الكاميرا بس شويه عليها. انا ممكن انسى يعني اسال العميل التكييف بتاعك نوع فريونه ايه، وحتى لو سالته هو ممكن ما يعرفش. صح. فانا اقدر اعرف حضرتك انت لو عايز تعرفي نوع الفريون بتاعك، لان احنا عندنا نوعين، نوع 410 ده صديق للبيئه، وال22 ده القديم بتاع الفريون. صديق للبيئه. تمام. فانا اقدر قبل ما اروح اجي لحضرتك اعرف طبعا نوع الفريون بتاع حضرتك ايه. في ناس بتجيب عربيه بتجيب انواع الفريون النوعين بالمره، بس عشان ده تقيل عليها. بالظبط. فانا لا، وفي فني بيبقى جايب مكنه فشايل نوع واحد من الفريون. طب انا اجي مشوار ده كله في الاخر اتفاجئ ان انا جايب الفريون ال 22 وانت حضرتك عندك فريون 410، استحاله هشتغل. لا طبعا مش هينفع ان انا اشتغل. كمان عشان نستعجل الوقت. بالظبط. ده فريون وده فريون، ده غاز وده غاز ثاني. فانا اقدر من خلال اللوحه اقدر اعرف حضرتك لو حد عايز يعرف نوع الفريون. هو بص هتلاقي في حرف مكتوب ار 22 تمام من تحت كده في نص اللوحه. الار 22 دي هي دي طبعا نوع الفريون بتاعي. في ار 400 يعني نفس الحرف ده هتلاقي مكتوب 410، فاقدر العميل يقدر يبص في اللوحه يقدر يعرف الفريون بتاعه يعني ايه النوع بتاعه عشان يقدر يبلغ الفني وهو جاي يجيبه له. ده هيبقى اسهل وهيخلي الوقت اسرع عنده. حلو جدا. طيب عايزين نتكلم على البلف العاكس بيعمل ايه وهل ليه عيوب؟ مشكله البلف العاكس. انا دايما بقول للناس ما يجيبوش بارد ساخن بسبب موضوع البلف العاكس. كلمنا عنه شويه. بص حضرتك البلف العاكس ده هو عباره عن ملف فيه مغناطيس انبوبه كده، اما بنيجي نحول من بارد لساخن بيبقى فيه مغناطيس ملف بيتحرك من جوه. تمام. فالملف ده اوقات بيقفش على الوضع الساخن، يعني انا في الشتاء شغلت تكييف ساخن خلاص هو وضع مسك على الوضع الساخن، جيت في الصيف بشغل كول تبريد تمام التكييف جايب لي حراره عاليه، فاستغرب طب ايه القصه؟ اجيب الفني اتضح ان التكييف واقف على وضع واخد وضع الساخن مش عايز يفك. بنحاول احنا كفنيين بنحاول بطريقه معينه بنخبط على الكويل او بنوصل كهرباء بطريقه معينه او بنبرد على البلف العاكس، بس ما بتنجحش يعني بنسبه 70%، يعني مش ب 70% 60% بتنجح او 50%، اوقات ما بتنجحش. معلومات مهمه جدا. طبعا طبعا اوقات ما بتنجحش، فلو ما نجحتش بنضطر نقطع الدايره ونشحن فريون ونشغل التكييف بارد فقط. ما ينفعش يعمل من غير هنا فني صيانه، يعني ما ينفعش هو اللي يالف ويشتغل. في ساعات في ناس بتعمل بليه في لا البيت. لا 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 ما ينفعش، انا هضيع الدنيا بتستسهل وهضر نفسي، استحاله ما ينفعش. انا الهدف حضرتك كان الهدف من اللايف ان انا اعمله في التيك توك ان انا افيد الناس، بس مش حضرتك تروحي تعملي بايديكي عشان ما اعرضكيش. وما قلتلهمش انا موجود يعني. لا لا عمري ما بفرض نفسي على حد صدقني. هو ربنا لو بعت لي الرزق حد يكلمني ان انا عايزك، لكن انا باجي اطلع يعني بقول المعلومه، حتى لو انت حضرتك هتجيب فني انا بعرفك يعمل ايه مفيش مشكله. لو انت حضرتك في محافظه ثانيه سايب رقم تليفوني او مساعد لسه بيبتدي في تكييفات بجاوبه في اي وقت بيتصل بيا، ما بقدرش اخر على حد في حاجه خالص. كنا عايزين نعرف منك ايه اخطر الاعطال اللي بتقابلنا في التكييف. بص حضرتك يا اخطر العطال اللي بتزعل العميل هي ان الكباس يتحرق. بنحاول امتى اقول ان هو الكباس الكمبريسر او الكباس ما يعني مش محروق او محروق امتى بنقول؟ ما بص حضرتك في بعض الفنيين بيكلموني يا باشمهندس بلال انا اتصلت بالفني بقول له التكييف عندي بيعمل قفله، الفني رد عليا قال لي الكباس اتحرق. طب بناء على ايه الفني قال لي الكباس اتحرق؟ مش لازم اروح بنفسي واشوف، لازم اروح اشوف. لو الكباس قافش بيقفش الملفات بتاعته بتقفش، بحاول بعمل محاوله اقدر اركب له كباستور اكبر من طب من هناخد حجمه. فاصل مع فيديو مليو للتكييفات. تفضل. على التيك توك عشان تتابعونا. اتفضلي ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع مليون لصيانة التكييفات، ويكمل لنا اخطر عيوب التكييفات. ايه اخطر الاعمال في عيوب التكييفات؟ زي ما قلنا لحضرتك قبل الفاصل ان الكباس لما يبقى محروق عندي انا ضروري جدا الفني يروح يشوف، لان ما يحكمش على حاجه، لان ممكن موضوع كباستور، بس الكباستور ده حضرتك ليه علاقه بتقويم الكباس، حاجه قطعه كده الومنيا اسمها كباستور بيركب فيها اسلاك دي المسؤوله عن تشغيل الكباس وموتور المروحه الخارجي بتاع الكباس نفسه او الوحده ده القلب الصناعي. هنقول القلب الصناعي
ده ممكن يعمل القفله دي. فانا ما احكمش ان كان بس اتحرق، لا لازم اكشف واجرب واحاول مره واثنين وثلاثه لغايه ما خلاص اقرر القرار فعلا ان كان بس مش هينفع، عشان ده بمبلغ مش رخيص. كان بس مش رخيص، الاجهزه بقت غاليه جدا. وعطل التسريب، الجوده نفسها. بصي حضرتك، هو بقى كله صيني دلوقتي يعني، حتى ما فيش يعني، حتى لما بنجيب كومبروسر التاجر بيدول الجديد من غير ضمان. صعب قوي ضمان دلوقتي. لا اصل هم عندهم حق، لان في بعض المبتدئين، هنقول الفنانين طبعا على راسنا، ما حد يقدرش طبعا، كل الناس زي الفل، بس في بعض المبتدئين بياخدوا الكباس يوصلوه غلط يحرقوه، فيروحوا للتاجر يقول لك انا الكباس اتحرق، فالتاجر بيجربه عنده يقول له انت الكباس اتحرق خلاص انا مش مسؤول عنه. يعني لازم ياخد فني معاه وهو بيشتري طبعا الجهاز. الفني اللي بيبقى مسؤول عنه طبعا. في بعض الناس بتنزل الاسواق وتبتدي تجمع فانه، تجمع حاجه، هل محتاج بقى هنا فني؟ صح. طبعا انا في فانات ممكن اركب نوع على نوع، بس بيبقوا عايزينه مستعمل بمقاييسات معينه. بص حضرتك، المستعمل انا ما رشحش جهاز مستعمل على الارض. عايز تشتري مستعمل خد فني معاك، بس يفضل انت لو رحت بنفسك كمان هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. ان انت تشتري التكييف راكب على الحيط. صح. بص حضرتك، الجهاز راكب انا هعرف اشوف تبريده، انا هعرف اجربه، اعرف اقعد ساعه اتنين مش مشكله، لو انتظر. بيك انت تنصحه بالتسهيلات واماكن معينه صح؟ طبعا. تمام. بس هو زي ما قلت لحضرتك لازم الجهاز يبقى راكب على الحيط، لكن على الارض انا مش هقدر اجرب. انا لو الفني مش فاضي انا كعميل مش هقدر اروح ابص على التكييف وهو على الارض، انما لو راكب على الحيط اقدر اجرب. انا بعرف تبريده عامل ازاي، هنتظر اشوف الكباس متحمل الحراره، شغال كويس. صح. تبريده كويس، بيبقى الموضوع اسهل للفني وللعميل. ومفيش حد بقى يعمل بليه ومهندس في بيته ودكتور في بيته، واحنا عندنا الدكاتره والمهندسين اهو. لو عملت دكتور في بيتي هبوظ الدنيا، انا اللي هزعل في الاخر، اجي اشيل حاجه التكفات عليت وغليت فمش هنقدر. بالظبط، التكفات ما حدش بيقدر يستغنى عنها. طيب احنا عايزين، في عيوب كده بنلاقيها، تلج على المواسير وبتفرق، في بنلاقي تلج على الماسوره الصغيره وما فيش على الماسوره الكبيره، ايه هنا ايه الفرق يعني؟ دي مهمه جدا، عايزين نعرفها. دي مهمه جدا. بص حضرتك، طبعا في فرق. لما الاقي التكييف بتاعي تبريده ضعيف شويه واجي ابص على المواسير والاقي فيه تعريق ميه، دي حاجه مهمه برضه عايز اضيفها. تعريق الميه ده معناه ان التكييف شغال كويس جدا، انت ممكن الفلتر عندك مقفول يعني بس الماسوره معرقه. يبقى حلوه. ما يجيش فني يقول لك ده عايز فريون، لا ده ممكن يكون الفلتر عايز يتغسل. التلج بقى طبعا دي اعطال، لقينا تلج يبقى احنا عندنا مشكله، ما ينفعش نسيبها. الماسوره الرفيعه لو لقينا حضرتك عليها تلج، ده بيعيب فريون اوريدي، مفيش يعني، هو فريون خلاص، ده ناقص فريون، ناقص غاز، في تسريب حصل. عايز اقول لحضرتك التسريبات دي مهمه جدا، ان انا الجهاز يسرب عندي دي. انا في ناس كتيره بتعاني من الموضوع ده، ولدرجه انها بتبيع تكييفاتها بسبب التسريب. حته التسريب دي وتوزيع الهواء بتفرق، ليه الكباس ساعات ما بيقومش ورغم ان احنا مثلا نشتغل نص ساعه وسقع الاوضه ومره واحده تلاقي الاوضه حر، ايه هنا المشكله؟ الاسباب اللي بقول لحضرتك عليها، اولا الصيانه، النظافه، ما ينفعش اسيب جهازي سنه واثنين وثلاثه من غير نظافه حتى لو جديد. ثانيا التسريب. بص حضرتك، الفريون ده غاز بيبرد الكمبروسر بتاع التكييف. تمام. فمع حراره الشمس والكباس شغال الدنيا حر، فالغاز الغاز ده لو ناقص مفيش تبريد للكباس، هيجي منين التبريد؟ لازم يبقى غاز مظبوط. ده حاجه من ضمن الحاجات اللي تخلي الكباس يفصل اوفر رود، بيبقى فيه اوفر رود حمايه للكمبروسر عشان لو في اي عطل هو بيفصل اوتوماتيك، بيسخن فبيفصل. بعد اذن حضرتك، هو كل في حاجات، هي الاشارات دي كلها بتعرفنا ان الفريون ناقص؟ طبعا. في بعض الاجهزه بدون ذكر اسماء بيظهر عليها حرف الاي سي. الاي سي ده فريون. تمام. هي في ارقام ثانيه ممكن تعرفها؟ في رموز ثانيه. في اي 5 اي 4، دي بتبقى حاجات بقى سنسور، حاجات ثانيه، لكن الفريون اي سي. اي سي اي حد يشغل الجهاز بعد نص ساعه يجيب اي سي. للمشاهدين اي سي، خلي بالنا من الاي سي دي. جاب اي سي هتلاقي الجهاز وقف خالص، ادوس رموز مش عايز يستقبل. جاي من الشغل والجو حر. هتلاقي حضرتك بتدوس حتى على الريموت مش بيستقبل مش بيستقبل حاجه، لازم يفصل المفتاح ويرجعه يشتغل معاه، ويقعد نص ساعه ساعه الا ربع جايب الاي سي تاني. الماسوره الكبيره بقى حضرتك، عشان بس نكمل المعلومه، الماسوره الصغيره احنا قلنا ده فريون، الماسوره الكبيره مالهاش علاقه بالفريون. انا لو لقيت تلج على الماسوره الكبيره، الموضوع له علاقه بالفانه الداخليه في الغرفه. فانه. احتمال تكون الفلتر مش مغسول، الكويل اللي هو زي الكويل بتاع الفانه مش متنضف، المروحه ضعيفه او عليها اتربه. ده السبب، الاسباب اللي تخلي الماسوره الكبيره تعمل يعني في فرق بين الماسوره الصغيره والماسوره الكبيره. طيب ساعات الكباس بيجيب ميه، الفانه حضرتك. الفانه معلش بقى. ناخد كورس عند حضرتك. بص موضوع الميه ده برضو بيتعب ناس كتيره، لان يقول لي انا جبت الفني فك الوش ونضف التكييف، او بعد ما بيمشي، ودي قابلتني شخصيا، بعد ما يمشي الجهاز بيجيب ميه. بص حضرتك، هو في حوض خلفي، انا دايما اقول يعني الناس تخلي بالها منه، في حوض، في حوضين عندي في الفانه حضرتك، حوض اساسي اللي هو راكب عليه خرطوم الميه اللي بيصرف الميه، وفي حوض خلفي ده لازم نوصل له. الفني لو تعب شويه نفسه، بس هو المشكله هو بيفك الكويل، يعتبر بيفك المواسير كلها بتاعت التكييف عشان يقدر يوصل للحوض الخلفي. الحوض الخلفي ده هو مجرى بس زياده، عشان اصل الكويل حضرتك جاي بميل كده بكربه،
فالميه دي مش هتنزل على الحوض الاساسي، هتنزل على الحوض الخلفي. المجره دي في كده مكان بينزل على الاساسي، دي لازم تنظف. ممكن الفني ينسى ينظفها، وفي بعض الاوقات بينسى ينظفها بالفعل، مش بيقدر يوصلها لان بتاخد وقت منه. هو بينظف الاساسي لما الاقي عليه تربه وطينه، خلاص انا كده نظفت التكييف، حطيت ميه، الميه جرت في الصرف، لا انا كده ما كده هقفل الميه هترجع تاني، لان الحوض الخلفي ما تنظفش. فده لازم نركز، ربنا يخليك، لازم نركز على ده طبعا. طيب انا عايزه دلوقتي، انا المشاكل اللي بتقابلني مع مواسير التكييف، هل على طول اقول هي محتاجه فني؟ يعني المواسير دي زي ما احنا قلنا قبل كده، التلج، هل في حاجه تاني، عيوب تاني، او في اشاره ان اقدر اقول لا تكييفي سليم او بايظ؟ لا، هو بص، المواسير ده حضرتك احنا مش هنقدر نحكم عليها، لان عايز اقول لحضرتك المواسير النحاس تمام عامه، هو في نوعين مواسير. النحاس دي معروفه من زمان، دي ممتازه، ما فيهاش كلام، ما يعني مش موجوده دلوقتي. لا موجوده، موجوده، بس في نوع تاني نزل المونيا، مواسير نحاس وصلات المونيا، لو تمام. فار معدي، لو هي في المانور فار معدي ورمها كده هتتكسر. انا دخلت تكييف قبل كده فور كان موضوع صعب. ما دي برضه عايز انبه على الفنيين، اللي يركب جهاز يقفل الشنيشه، لازم يقفل الشنيشه، او انت حضرتك تقولي له اقفل الشنيشه بتاعت المواسير، لان هي لو ما اتقفلتش بالفعل هيخش حاجات على الفانه وهتقطع الفانه وهتاكل الفانه وهتعمل حاجات، فطبعا مش صح. نقفل الشنيشه مكان ما احنا بنخرج المواسير، دي مهمه جدا. طبعا كلنا يعني الحلقه بتاعتك ممتازه ومحتوى جميل جدا. ربنا يبارك. والثانويه العامه النتيجه على الانتظار، عايزين نصيحه كده لطلاب الثانويه العامه وللشباب، وتاهيلك للشباب لسوق العمل. كلمه صغيره. بالتوفيق لكل الشباب طبعا والناجحين، ربنا يوفقهم يا رب. بس صدقيني هو بس الموضوع ان احنا عايزين بس نجتهد ونشتغل على نفسنا اكتر، ونحاول نشوف ايه اللي بنحبه ونعمله. صدقيني يعني انت داخل معهد، داخل كليه، ما تخليش حد يجبرك على حاجه انت مش حاببها. تمام. دي حاجه مهمه جدا، لازم تحب الحاجه اللي انت بتعملها عشان تقدر تتحدث من نفسك وتبقى الاحسن. وبالنسبه للتاهيل، انا يعني بحاول ان انا يعني عايزين نعمل موضوع ان احنا نفيد الشباب يعني بموضوع التاهيل ده. ايه الجديد عندك؟ يعني نقدر نعمل، بنفكر في موضوع المدرسه، ان احنا نحاول نعلم الشباب كورسات مثلا. بالظبط، كورسات. تمام. حتى لو في جمعيه خيريه فيها برضو حابين نعمل موضوع، انا عنيا ليه. حاجه جميله جدا. حتى لو في اي حد، صرف النظر عن التاهيل ده كمان، لو في اي حد محتاجني في اي حاجه، جمعيه خيريه او اي حاجه، انا مستعد ان انا اقوم بالموضوع ده بدون اي مقابل. للتواصل مع عملي للسنيون التكييفات والاستشارات على رقم 012-292-56-292. للتواصل مع موليو للتكييفات 012-292-56-292. طبعا هو موجود في اي وقت، ويعني بيستقبل تليفوناتكم، وبيستقبل، وطبعا صفحته على تيك توك موليو للتكييفات. وهيقول لنا ويكمل معانا برضو التأهيل لسوق العمل. كلمنا يعني هنقدر نعمل كورسات حضرتك، هتفيد الشباب جدا جدا. في ناس كتير على تيك توك قالت الشباب، قالوا احنا عايزين نتعلم، عايزين نبتدي نشتغل، نمد ايدينا، بس عايزين ناخد الفكره، عايزين حد يمسك بايدينا. انا يعني احنا كنا كده كلنا، صدقيني كنا كده. والله ما نشبعش منها فعلا بجد، ومحتوى جميل، وده فعلا فايده السوشيال ميديا بايجابيته. احنا سلبي هنتجنبه وهناخد. وانا من خلال حضرتك عايز اتمنى بجد المحتوى، اذا كان انا او غيري، طالما عندك محتوى مفيد، وخصوصا في السوشيال ميديا بتاعه التيك توك او الابلكيشن بتاع التيك توك، اكيد هنتابعك. شوفي صدقيني بيصعب عليا جدا، بس ان المحتويات المفيده اللي انا بشوفها غيري، انا لازم الناس تهتم بيها بجد وتستفاد منها. شكرا لكم جميعا. ربنا يخليك. شكرا للاستاذ ميليو، استاذ ميلاد محروس. شكرا لحلقته الجميله والمحتوى الهادف. كانت معكم علياء حلمي، برنامج حكايات بطعم فلامنكو. انتظرونا الحلقه الجايه.